شيخ شنو قصة اللي توفي وهو بالطائرة؟ هذه خصيت بها دولة الكويت الحبيبة، وأول مرة ذكرتها في أحد الجوامع الكبيرة في دولة الكويت، وهي قصة يعني بصراحة كانت مؤثرة لي، لأنها كانت لأحد الإخوة كان كل سنة يجي يعتكف في رمضان، يجلس رمضان كله في مكة، ويجلس أول يوم وثاني يوم من العيد يجلسوا عند بنته في مكة، يجلس عندها. ويوم جاء سفر في ثاني يوم العيد، تخيل يا إخوان، سفر في ثاني يوم العيد كأنك تجيب الحجز أو التذكرة أو المقعد هذا من فم الأسد. يوم اللي يجي مسافر هو وزوجته وولده، عادة كل سنة يجيب واحد يكسب فيه الأجر، يجيب خاله عمه ولد أخوه. المرة هذه جاب زوجته وجاب ولده معه. بعد ما انتهى من العمرة، لما جاء راجع لبلده قالت أخته أنا أبغى أسافر معكم. قال له الحجز ما الحجز؟ قال له أطلع المطار وأجرب حظي. دخل عندي قال لي يا شيخ أنا وزوجتي وولدي حاجزين، وأختي إلا قررت تسافر معها. قلت له أجلس إن شاء الله يصير خير. الرجل هذا طول جلوسه ينتظر مقعد لأخته وهو يقرأ القرآن، لحيته بيضة كما تشاهدون في الصورة، يقرأ القرآن والسبحة في يده، وكل ما حليت مشكلة لراكب وهو يدعي لي. لا الله فرج كربته ولقينا له مقعد. فقام هذا الرجل الكبير في السن يبغى يسلم على راسي، قلت لا هذا عملي، أعطيته يا أخوان المقعد وختم من الدنيا، ختم جواز خروج خارج على دولته، ويجلس في الطيارة، يجلس في النص، زوجته على اليمين وابنه على الشمال وأخته وراه، ويجي المضيفة معها الجرائد، تبغى يا حج ما يبغى، جاء المضيف معاه العصير، أخذت الأم وأخذ الأب الولد، وجات تقول له يا حج تبغى، والحج بتدز عليه بكتفه تقول يا حج تبغى عصير، فإذا هو ميت كيف يا أخوان؟ هنا العبرة، ميت على كرسي الطائرة، جنب زوجته وجنب ولده، ميت وهو يقرأ القرآن في يده. هذه الصورة شيخ هو ميت؟ نعم، لا هذه الصورة قبل ما يموت. قبل ما يموت. لما نزلوه دحين تجيك القصة يا شيخ. قبل ما يموت هذه الصورة. يقرأ قرآن والسبحة في يده. أنا انتهى دوامي الساعة 7 وطيارته الساعة 7. من الموقف رجعوني قالوا لي يا شيخ ترى الراكب إلا ساعدته في طلوع الطيارة ميت في الطيارة، تعال عشان تشيله وتغسله. أنا افتكرتهم يمزحوا معايا عشان يبغوني أرجع العمل إضافي عشان وقت حج وقت عيد. قالوا لي والله ما نكذب يا شيخ، رجعت يا شيخ وهذه العبرة والشاهد للي أنت تبغاه. لما جيت فعلا كان ميت. فجيت قلت لهم طيب دحين نسوي له تصريح الدفن وتبليغ الوفاة. انتوا تلاحظون يا اخوان الاخوان المسافرين الا من رحم الله، يشيل في يده ما لذ وطاب من الاكل والهاند باج 23 كيلو هنا وفي ظهره، حتى اولاده الصغار يشيلهم. لما جيت قلت له طيب حتمر على احد المغاسل عندي وناخذ الكفن، تقول لا ما نبغى الكفن حقك. استغربت قلت لازم يا اختي الله يسلمك، هذه زوجته تقول لك ايه لازم نمر ناخذ الكفن عشان نكفن ونغسله وندفن زي ما قلت. قالت لا ما نبغى الكفن. قلت ليش؟ قالت انظر بين رجليه. قلت ايش انظر؟ قالت طالع بين رجليه. ايش كان بين رجوله يا اخوان؟ كان كيس بلاستيك فيه الكفن حقه، شايله معاه كل سنه يجيب كفنه ويتبرع فيه وياخذ كفن جديد، وموصي اولاده ومرته انه اذا مات يندفن في مكه. الله كفنوا معاه واولاده والمسافرين شايلين وسخ الدنيا، وهذا شايل كفنوا معاه. نزلته غسلته وكفنته وطلعته مكه في ثاني يوم العيد، وصلوا عليه برضو أمة محمد. خاتمته على إيش؟ ما هو شاهد في القصة يا أخوان، على عمل صالح يقرأ قرآن فجر يوم الجمعة. أسأل الله لي ولكم الحسن الخاتم. حسن شيخ، طبعا هذه القصص ليست فقط من باب التسلية، الصالحون كانوا يذكرون قصص عامر بن عبد الله الذي مات وهو ساجد، وغيره عثمان بن عفان مات وهو يقرأ القرآن، علي بن أبي طالب وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر، أبو بكر، عمر وهو يصلي صلاة الفجر.
ذكروا هذه القصص ليس من باب فقط ذكر القصص، إنما من باب العبرة. نحن قضينا وإياكم 3 أيام مع الشيخ عباس وهو يتكلم عن قصص لأناس أحسن الله خواتيمهم على قرآن، على ذكر، على دعاء، على صلاة وهو ساجد، وأناس كانوا عصاة فختمت لهم خواتيم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. الآن كل يحاسب نفسه، كيف تريد أن يختم لك في هذه الدنيا؟ إذا أردت خاتمة حسنة أصلح ما بينك وبين الله، أصلح الخلوات ما بينك وبين الله. الظاهر الكل يعلم عنه، لكن المصيبة في الخلوات، إذا أحسنت الخلوة بينك وبين الله أحسن الله لك الخواتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.